إذن حنا نفتخر وكنعتبر بأن هذه واحد الدعامة كبيرة وعطيتينا رفعت يعني الناس سقف عالي جدا، وهذا كيأكد بأن السي عزيز أخ نوش واخا كيدبر الحكومة في واحد الإكراهات كبيرة وبثبات وبنفس وب يعني وب يعني بثبات ونفس رغم ما نقولش كيد الكائدين، ولكن كنقول رغم الصور السلبية رغم الانتقادات واللي كطال حتى الحكومة كلها، وحنا كنقولوا في جبالة عندنا الشجرة العامرة هي اللي كيضربوا عليها بالحجر، لأن طبيعي لأن فيها فاش كيكون القيمة المضافة. حنا كنفتخروا كذلك بحاجة أخرى، وأن السيد المنسق الجهوي رجل ملحاح لجوج السقف عالي. بصح راه هو كان كيهضر معكم في الكلمه اللي قال اننا كنا قاعدين نشوف داك الشيء ديال التباكي. حنا نقولوا الحقيقه، حنا الاقاليم ديالنا ناقصه، حنا عندنا ما عندناش طرق، حنا ما عندناش، ولكن كان ملحاحا. واذا كان النقاش اليوم والسقف اللي كيتحدثوا عليه عالي ففضل المنسق الجهوي، لان بالفعل كتوجد كاين واحد العلاقه، واننا كنقودوا حكومه ولا يحق اليوم اننا نشوف هذا الشيء اللي هو بسيط. كنعتبروا اننا ممكن ندفعوا به، عندنا ادرع، عندنا الحكومه، عندنا الجهات، عندنا بزاف ديال الاليات اللي ممكن اننا ندفعوا بها على المناطق ديالنا، لاننا بالفعل السيد الرئيس ديال الهيئه الوطنيه اننا مسكونون بهاجس وبقلق التنميه، مسكونون في هذه المنطقه بهذا الهاجس، ونسعى بكل السبل وبكل الطرق. عندنا الاختلاف غير على الطرق، خصنا الطرقه هنا، خصها تكون الماء هنا، خص السقيه، هذا الشيء باش حنا مهووسون، لسنا بمهووسون باي شيء. اذا السيد الامين السيد المنسق الجهوي مشكورا، رفع في السقف عاليا، واعتبر بان الحضور ديال الحزب ديالنا والسيد رئيس الحكومه انه هذا الحضور ديالك اليوم يجب ان ننتزع فيه اشياء ستبصم التاريخ في التدبير. بالفعل انا عادي نرجع باش نقول، اولا مرحبا بك السيد الرئيس، كنرحبوا بالسيد الرئيس، كنرحبوا بالسيد المنسق الجهوي، بالمنتخبين، بالرؤساء الفرق الناشطين ديالنا في البرلمان، بالسيد الوزير اللي كيتعرض لواحد الهجمه شرسه، ولكن عرفتي انك طبيعي انت في الواجهه لابد، خصك اللي في الواجهه لابد غيكون صداع، فهمتي؟ كذلك السيد رئيس الهيئه الوطنيه، السيد كذلك الرئيس الجهه، راه حنا عوانين عليك السيد رئيس الجهه، انت عارف ما كاين غير الدقن في الباب عندك، لان هذه المشاكل ديال التنميه راه عندك كاينه. وكذلك كنا نرحب بالساده اعضاء المكتب السياسي، بالساده الحضور، بالمنتخبين، حوالي 1000 من المنتخبين، هذه ماشي بالسهل، هذه كلها كتعنينا اننا مسؤولون عن التدبير. السيد الرئيس تعطات هذه الورشه، كانت واحد الورشه بين حقيقه انا كانت خلعتني شويه، لانني انا لم ادبر التدبير المفوض، ما عمري كنت في التدبير المفوض، كنت في الجهه، كان شكل اخر من التدبير، ولكن هذا التدبير المفوض اليوم عنده الحق على شي تطرح، لان هذه 30 سنه ملي درنا خدينا بالتدبير المفوض، خدها المغرب، سياقات مختلفه، لا داعي لي عريها لانه الكل كيعلمها، ولكن اليوم كنقول حنا الوصول ديالنا الى رئاسه الحكومه اليوم هاد 30 سنه كتطلب منا اننا نوقفوا من اجل التشخيص، من اجل التقييم، ومن اجل اما اعاده النظر فيها بما يفرض الحكمه ديالها، ولا اننا نبدلوها تماما. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.